الطبيعي او الحليب لانه المناعه برضه كتير كثافه السكر في مثل الانسان بيكون متوصل برضه بيكون بيتخلل البكتيريا والالتهابات او الانتعاش او السمنه برضه الغذائيه اللي علامه من السكر او فجاه بدا يشد بسرعه وكذا هي برضه من علامات السكر وكذا فمرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخه نتيجه فضوخ السكر لانه ما كنا عارف السكر ده مرات بيختفي مرات فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض أو ثم نتيجة فضوخ السكر لأنه ما نكون عارف السكر إذا مرات بيختفي مرات بينبوظ مرات كذا فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض أو ثم ما بتروح بسرعة أو لما استعمال وضع الضغط وكذا فبكل حالات يجب أن الإنسان يشتغل أساسا يفحص أو أي سرطانة أو أي مركز صغير أو كبير منطقة يفحص أهم حاجة هو يفحص البول السكري أو العناصر الصحية.